وراك هاي السيارة كل الطاش. يلا اطلع اطلع.
I'm
لو سمحتوا هاتونا منصة يا شباب. كل على الساحة لو سمحتوا، كل الشباب على الساحة. على الساحة يا شباب لو سمحتوا. كل بيسمع كلمتنا صار يا صار يا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، معز المؤمنين ومنجي الأسرى من السجانين، ومذل الخونة والكافرين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد سرايا الفاتحين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر المحجلين. قال تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. كلما أسر الأسير وتحرر، الله أكبر، الله أكبر. كلما جاهد المجاهد وكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلما تقدم الاستشهادي وزمجر، الله أكبر، الله أكبر. على كل من طغى وتجبر، الله أكبر. كلما مررنا أنف الاحتلال بالتراب واندحر، الله أكبر، الله أكبر. ونحن على أرض طوطاس الحبيبة، الله أكبر، الله أكبر. وقد عاد فراس وسطى إلى طوطاس مرفوع الرأس بعد 10 سنين من الأسر وازدادوا 8. الله أكبر. كلما خرج فراس أشد بأسا من بأسه قبل الاحتلال، الله أكبر، الله أكبر. كلما اشتبكت كتيبة طوباس مع الاحتلال حتى انتحر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أن بغير محمد لا نبتدي. حب الشهادة سرى بكل جوارحي، فرخصت بدرب الجهاد دمائيا، وخير ما نبدأ به حفلنا هذا. آيات عظيمة من الذكر الحكيم يتلوها علينا شيخنا المجاهد أبا المؤمن، فليتفضل مشكور. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. لو توسعوا الساعة يا حبايب، لو ترجعوا تخلوا مجال للضيوف الكرام، لو ترجعوا لقدام يا حبايب. أهالي طوباس دائما معروفين بالنظام. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، وقال قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن.
أبيكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. طيب الله الأنفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك للأخ الحبيب فراس صوافطة أبو الوليد هذه الحرية المباركة وهذا الخلاص وهذا الانعتاق من سجون القهر والظلم بعد مسيرة طويلة من العطاء من خلال ساحة السجون أكثر من 18 عام قضاها الأخ الحبيب فراس في خدمة إخوانه داخل الأسر من خلال وجوده في الهيئة القيادية ومن خلال إمارة السجون على في أرض فلسطين الحبيبة أرض فلسطين التاريخية في جميع السجون كان له دور بارز في خدمة إخوانه الأسرى. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأيام التي قضاها في ميزان حسناته وأن ينعم بحياة كريمة بين أهله وذويه. أيها الإخوة كما أننا نحزن لفراق القادة الأحبة أيضا نفرح لاستقبال ولقاء القادة الأحبة. إذا سمحت دقيقة عز وشموخ وفخر نقرأ من خلالها الفاتحة الجعبلي وخالد منصور وشهداء غزة جميعا. ورفاقه دقيقة عز وشموخ ليست دقيقة حداد ولا دقيقة صمت هي دقيقة عز وشموخ. نقرأ من خلالها الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. ولأنها طوباس عاصمة الأغوار الشمالية ولأنها طوباس على فلسطين كانوا حراس ولأنها من خرجت أيمن درامة ولأنها من خرجت مازن فقها ولأنها من خرجت كل شهداء الأطهار من الجهاد ومن فتح وحماس.
التراب وليدها مدينة الشهداء وليدها مدينة الأسرى. نقدم لكم كلمة بلدية ومحافظة طوباس. ممثل المحافظة يا إخوان. أيوه. بعد الأذان بعد الأذان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله يا إخوان. الكلمة بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة صدقا وعدلا لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت. قم لطوباس وحي من فيها إن فيها أسود الله تحميها. مع كلمة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي صلى عليه جبريل والذي بشر ببعثه من قبل في الزبور والتوراة والإنجيل. الحمد لله القائل في محكم التنزيل
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيها الحضور الأكارم، إخوتي في فصائل العمل الوطني والإسلامي، الإخوة الأسرى المحررين، معالي أخي فراس سواطة الذي تحرر اليوم من قيد السجان المحتل الغاشم في هذا اليوم العاصف، فإنها تمتزج المشاعر وتتزاحم العواطف، لأننا نتحدث عن الأسرى الأبطال، هؤلاء الذين سطروا بصبرهم وجهدهم في مقارعة هذا المحتل الغاشم أسماء آيات التضحية والفداء. فقد كانت آهاتهم وأناتهم هي من ترسم لنا خارطة الطريق حتى لا نحيد عن الصواب ولا نحيد عن الحق الوطني الفلسطيني. أخي فراس، إننا اليوم أيضا في هذه الفرحة العارمة نستذكر شهدائنا الأبرار، نستذكر شهداء غزة وشهداء نابلس وشهداء جنين وشهداء الخليل وكل شهداء الشعب الفلسطيني الذين قضوا من أجل الحرية والاستقلال. فغبت عنا أخي فراس 18 عاما، فأقول لك أن الأجيال القادمة وأن هؤلاء الأشبال والشباب الذي تراهم اليوم وغيرهم من كل فصائل العمل الوطني والإسلامي هم أسود أثبتوا للمحتل الغاشم أن مقولة أن الكبار يموتون والصغار ينسون قد تلاشت، فسنبقى نستذكر فلسطين ونقول لكم أيها المحتلين أن سياسة القمع التي تمارسونها وسياسة التهويد التي تمارس في الأغوار التي لا تخفى على أحد، فلن يغركم إخواني ولن يغرك أخي فراس جمال الطبيعة الخلابة في الأغوار ولا جبالها الشاهقة ولا التلال الراكضة على أكتاف الوديان، لأنه من فوقها ومن أسفل منها ومن على جانبيها يكمن الموت الزؤام نتيجة لممارسات المحتل الغاشم. فاعلم أن الحمل عليك كبير والحمل على كل الفصائل كبير، لأننا ما زلنا تحت الاحتلال ومرحلة التحرر لم تنتهي. فهذا المحتل المتغطرس إن لم يفرق بين أغوارنا وأراضي الدولة الفلسطينية فإن كل الاتفاقيات وكل السلام المنشود سيصبح فيما في الريح، لأن الشعب الفلسطيني هو شعب سيبقى محافظ على ثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف، وأولها حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. ورسالة الأخرى إلى كل هذا العالم الحر الذي ينادي بالحرية، أولئك الذين يتآمرون علينا على موائد اللؤم والتمحور السياسي، نقول لكم أن الشعب الفلسطيني سيبقى صخرة صماء تتحطم عليها كل المؤامرات الدولية والإقليمية، وأنتم أيها الشباب مطلوب منكم الالتفاف اليوم حول المشروع الوطني، مطلوب منكم أن تكونوا على قدر التحدي. وأخيرا وحتى لا أطيل، فإنني باسم أهالي طوباس عامة أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر لاستقبال أسيرنا البطل، سواء كانوا من أهالي طوباس أو من المحافظات الأخرى، فألف الحمد لله على السلامة يا أسيرنا البطل، ونتمنى الحرية لكل أسرانا الأبطال والرحمة لشهدائنا، وإنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا وعن طوباس وعن فلسطين
وعن الأسرى خير الجزاء، ولأنها المدرسة التي تتلمذ عليها فراس صوابنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. قال عز من قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يا أهلنا في طوبى سلبطلة، يا والدي فارس الحدث والحرية فراس توافط أبو الوليد، يا أخواته الحرائر، يا إخوته الأحرار، يا سادتنا، يا سادتنا، يا ذوي الشهداء والأسرى الأكرم منا جميعا، يا إخوة الأسرى المحررين، إنه لمن دواعي الشرف أن أقف بين يديكم ممثلا لحركة الجهاد الإسلامي. الشهداء، ما أجملك سيدي
أنت رغمك وروحك ترفرف في العرياء ما أعظمك سيدي كمال الطوباتي ما أعظمكم يا هبة رغمك وأحمد رغمك وصلاح ضوافته وعاصم ضوافته وحبيب قلبي مازن ضوافته ما أكرمكم يا ذوي الفدائيين والاستشهاديين كان مازن فقهاء بطلا في هذه البلدة وأيمن درغمه وكمال الطوباسي من كل ألوان الطيف الفلسطيني يعلمون جيدا أن لنا قضية واحدة وعدو واحد وقبلة لجهادنا واحدة ولا زلنا على دربهم سلام على الشهداء سلام لك يا سيدي تيسير الجعبري شهيدا مع سبق الإصرار سلام لك قائدنا خالد منصور وزياد المدلل والزامري وكل الفدائيين سلام لزهرات غزة العزة سلام لأطفال مجزرة الاحتلال في مقبرة الفالوجة من قتلتهم صواريخ الاحتلال من قتلتهم من سمموا فضاءنا ونتروا أن المقاومة من قتلتهم لننتظر عارض حتى تبرئ المجاهدين سلام على الفدائيين سلام على الشهداء أتكلم باسم الجهاد والكلمة طويلة الجهاد والكلمة طويلة هذه كلمة تمثل سرايا القدس التي انتفضت اليوم في مخيم جنين الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد تمثل أهل عبد الله الحصري أهل الفدائيين والشيخ بسام السعدي تمثل كل المخيم تمثل كل فلسطين تمثل داوود وزكريا والشيخ جمال تمثل أهل إبراهيم النابلسي ارفع لكم فدية الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الموت لإسرائيل الله أكبر الموت لأمريكا تمثل دم محمد الشحام محمد الذي قتلوه على بوابات القدس هناك في ظفر عقب بدمه النازف وداعا سيدي محمد ولكن لم تسقط بندقية إبراهيم الطوطوبسي إبراهيم النابلسي وله الشرف أن نذكره في طوباس لم تسقط وانتشق البندقية أبطال القدس وفعلوها في القدس بلسموا جرحنا في غزة والداخل والشتات بلسموا جرحنا وأحد الساحات يا أهلنا يا ربعنا يا كل الحضور إن الجهاد عندما تمت المعركة بوحدة الساحات علمت جيدا أن المعركة في الضفة وأن المقاومة في الضفة وأهل الضفة يستعدون حربا أكبر ودفاعا أكبر فسلام على الضفة وهي تحرر غزة سلام على الاستشهاديين من القسام على الاستشهاديين من كتائب شهداء
المصطفى وهم يخرجون من الضفة يحررون غزة. سلام على غزة وهي تحرر. في حركة الجهاد الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخنا المجاهد. وأما الآن مع وصلة إنشادية نرتب فيها صفوفنا لدقائق معدودة. اللي طالب للمجد ميل علينا. الله الله إيه. يا اخوان فضلنا بس المنصة بعيد من الله. يا اخوان فضلنا المنصة بعيد من الله لو سمحتوا يا شباب انزلوا تحت مسام نشوف الجمهور يا شباب. تفاعل من الجميع يا شباب. الطالب للمجد ميل علينا. الله الله. ديجي عندنا الكرامي تدخل علينا. ايوه العز يا ابن السرايا عبينا بنودي للنصر تفتح بواها. راس الطوبة مرفوع والعز تدوي الشموع تضرب غريب ما بنروح. تكبر وحداقات حق اسدي يشد الغارات رافع للعز الرايه هذا في راس المقدام. هذه ارض وفيها ظهري ومستدعر لا على ظهري وقرنك تصحى من بدري تقرا في كتاب الشجعان. يا
شوق الذي جرحك بيتي ثم الشعب الظالمي تبدلنا لوصف الحديث شاهد على مر الزمان شاهد على مر الزمان والعز تطويل شموخ اضرب الهم ما بيكون هذيكوا بس يا اخوان واسال قدوس الاطفال تحكي لك ارض الابرار بلد النخوة Yeah.
المولى معاه والمولى معاه صفي البار وتصفي والجنة هلقاه والجنة هلقاه الجهاد وابن السرايا اضرب فتحات ارجع شرايا يا بنت ميز ارفع الراية وابن قوس اروي الروايا يا ابن الجهاد وابن السرايا اضرب فتحات اضرب شرايا يا بنت جنين ارفع الراية وابن قوس اروي الروايا على أجلاء أكل في حدود الصرايا فعندنا بالكون مطلق وعندنا مايا إلا على أجلاء أكل في حدود الصرايا ابن الجهاد وابن الصرايا اضرب فتحات حط الشرايا يا جنجين ارفع الراية ولقيت طوبس اروي الرواية يا بنت طوبس تهيب الضباط جعلت أرض وجهادي يا رطيف الدرس للقاعد فتح الشطاقي أبو الفسام يا شعر الجهاد يا رفيق الدرس للقاعد شطاقي الجهاد ومن السرايا أضرب مدهب أرض الشطايا جايب الجنين ارفع الرايا وين الضباط Oh, my God.
لأنه عرسنا الوطني من كل الألوان والأطياف، يأبى وتهبى المدرسة التي تخرج منها زكريا الزبيدي رفيق درب الأكبار الخمسة العارضة وصحبه، ولأنها أول الرصاص، ولأنها من على يديها تتلمذ شهيدنا البطل إبراهيم النابلسي. نقدم لكم كلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فليلقيها على مسامعنا أحد الإخوة فليتفضل مشكورا. تفضل يا أخي. إخواننا فتح يا حبايب. الله أكبر ولله الحمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين، القائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم. في هذه اللحظة التي يلتئم فيها الكل الوطني من كافة أبناء محافظة طوباس ومحافظات الوطن، إلا أنه يحزنني وأعتقد يحزننا جميعا أن لا نرى الراية الجامعة، أن لا نرى الراية الجامعة ترفرف خلفنا جميعا، لأننا نلتقي عليها. إخوتي في الجهاد الإسلامي، باسم فتح، كل فتح بكافة أطرها التنظيمية ومكاتبها الحركية، نهنئكم ونهنئك أيضا أخي أبو الوليد بانعطاقك وتنسمك الحرية. بالأمس القريب كنا نستقبل الأسير البطل القائد عبد السلام أبو محسن، واليوم بكل حفاوة وكل بهجة نستقبلك، وفي كل يوم نستقبل أسير
وأيضا نودع شهيد وكم ودعنا من الشهداء في هذا الشهر، كم ودعنا شهداء في هذا الشهر في غزة هاشم وفي نابلس وفي جنين. وأيضا إن دل هذا على شيء فإنما يدل على خيار شعبنا وعلى أننا لن نقف أمام ممارسات الاحتلال الهمجية التي تمس كل يوم بأبناء شعبنا. هذا هو الخيار الذي فرضه علينا الاحتلال، ونحن أعتقد بأننا على قدر هذا الخيار بكل فصائل العمل الوطني والإسلامي على كافة بقاعه، على كافة بقاع فلسطين. ربما نختلف بالسياسة، وربما نختلف بالمواقف، وربما نختلف بالتوقيت، لكننا لا نختلف أبدا بأننا أبناء الدم الواحد وأبناء الهم الواحد وأبناء المصير الواحد. أشار لي أحد الإخوة بأن لا أطيل وسأكتفي بهذا القدر، مهنئا أسيرنا البطل والعقبى لكل أسرانا الأبطال والرحمة لكل الشهداء، وإنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر. التحية كل التحية إلى أسود فتح الكواسر، ولأنه العرس الوطني الكبير، ولأنها حاضنة الجهاد والمقاومة، ولأنها من مهدت لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة كل سبل المقاومة بكل أريحية، ولأنها التنظيم الذي خرج منه أسد الضفة الغربية يحيى عياش، ولأنها أم الكتائب، ولأنها أم كتائب الشهيد عز الدين القسام، ولأنها أم العمليات الاستشهادية وأم الصواريخ، ولأنها مذلة الأعداء. نقدم لكم أسود الياسين، حركة المقاومة الإسلامية حماس، فليلقيها علينا أحد مشايخنا الكرام فليتفضل مشكورا. تكبير تكبير تكبير. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد كتائب المجاهدين. إخوتنا أهلنا أحبابنا، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب، في هذا اللقاء المبارك الذي اجتمعنا عليه إخوة. اليوم وبعد قوله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبريك من الأخ القائد المجاهد الأخ الحبيب فراس صوافطة في هذه المناسبة الطيبة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل سنين ما قضاه في سجون الاحتلال في ميزان حسناته. لقد عرفناك يا أبا الوليد أخاً
محبا لإخواني أخاً قائدا بما تحمل الكلمة من معنى، فكنت الصاحب والصديق والقائد لكافة إخوانك الأسرى في جميع الفصائل، فهنيئا لك ولعطائك ولجهادك، هنيئا لحركتك حركة الجهاد الإسلامي التي نعتز بنضالها وبجهادها، والتي نعتبر أنفسنا وإياهم وسائر إخواننا في فصائل المقاومة إخوة على طريق النصر والتحرير، فهنيئا لك يا أبا الوليد، وهنيئا لعائلتك المجيدة، هنيئا لوالدك الحاج أبو عماد، ولوالدتك الصابرة الخالة أم عماد، الذين صبروا وثبتوا على مدار السنوات الماضية، وهنيئا لعائلتك الصابرة أحبابنا إخواننا. في هذا اللقاء نؤكد على أن قضية شعبنا ستبقى قائمة وستبقى حاضرة حتى التحرير بإذن الله تعالى، وفي هذا المقام نستحضر شهدائنا العظام الذين ارتقوا في غزة هاشم في جميع المواجهات، والذين ارتقوا في مخيم جنين وفي نابلس البطولة، وفي القدس العزة والكرامة. هنيئا لشهدائنا، سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا، وسنبقى الأمناء على كلمة المقاومة، لن نبدل ولن نلين ولن نغير المشهد، ولن نترك سلاحنا في مقارعة ومواجهة عدونا الغاصب، هذا العدو الذي يمعن في إجرامه بحق كل ما هو فلسطيني، الإنسان والأرض والشجر والحجر. نقول لهذا العدو خسئت خسئت خسئت، لن تستطيع أن تفرض إملاءاتك على شعبنا، فشعبنا موحد في كل مواقعه وفي كل ساحاته. سنبقى وبإذن الله تعالى كما نحن في هذا المهرجان، في مهرجان الحرية بتحرير أخانا أبو الوليد، سنبقى موحدين في فصائل العمل الوطني والإسلامي، وستبقى طوباس موحدة وصاحبة المبادرات الطيبة على مستوى هذا الوطن. بوردتم يا أهلنا في طوباس، بوردتم يا أهلنا في جنين، بوردتم يا أهلنا في محافظات فلسطين. ولا ننسى في هذا المقام أن نطير بالتحية وبأسماء آيات الشكر لأهلنا في قرية عانين ومخيم جنين الذين احتضنوا هذا اليوم، وبأسماء معاني الجود والكرم أسيرنا البطل. ولا ننسى أهلنا في السيلة الحارثية، فهم أهل الكرم وأهل الجود. بوركتم إخواننا، وبورك أعطاؤكم، وبورك ممشاكم، وإلى حرية قادمة بتحرير كافة أسرانا
وأسيراتنا الماجدة من سجون الاحتلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في حركة المقاومة الإسلامية حماس. جزاكم الله عنا كل خير أيها الإخوة الصناديد في حركة المقاومة الإسلامية حماس. الإسلام وجود الدم كجور يابا يا حماس ويا بنت العقيل يابا للإسلام وجود الدم كجور يابا يا حماس ويا بنت العقيل يابا للإسلام 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 وجود الدم كجور رسول الله يجدد بيعتنا ونمشي وراه نرجع عزتنا نبقى مسواه انا برقبتنا واحنا والله نقول بأمانتنا نروح للإسلام 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 شهودي بدمك جودي. قبل كلمة الأسير البطل فراس صوافطة فقد كان لزاما علينا أن نعطي من لهم الفضل على الحركة الأسيرة من سهلوا الطريق أمام ذوي الأسرى لزيارة أهليهم ولتقديم الخدمات للأسرى. فمع كلمة مشتركة للقوى الوطنية والإسلامية وللرفاق ولنادي الأسير فليلقيها أحد الإخوة فليتفضل مشكورا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأكارم، الأخوة الأعزاء، أبناء الحركة الوطنية والإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كنت أتمنى منذ البداية وكما كنت أطمح دائما أن تكون كلمتنا جامعة وموقفنا واحدا موحدا في هذا العرس الذي نفك به من هذا الزمن المعصوم على العينين. أخي أبو الوليد، اليوم يوجد ذكريات وأيام وأحلام لقد كنا مسمارا من يدي يسوع المسيح في هذا اليوم المبارك الذي تجتمع فيه كل أركان ومكونات شعبكم لتؤكد أننا ما زلنا على العهد وما زلنا دعاة وحدة ودعاة انسجام ودعاة ألفة وتكاتف ونرفض رفضا قاطعا إلا أن نكون كذلك. نعم أيها الإخوة، اليوم وأنا أتحدث نيابة عن إخوتي ورفاقي في فصائل العمل الوطني ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فإنني أؤكد على أننا سائرون على ذات الدرب، درب الشهداء
وضرب القادة العظام ضرب رمضان شلح وضرب الياسين وضرب الياسر وضرب الشكوتي وضرب أبو علي وضرب عمر القاسم وسمير هوشي وجميل شحاده وضرب كل الشهداء العظام الذين اليوم بأننا لسنا وحدنا من يحتفل بأسيرنا لأنهم كانوا هم يتضرعون ويقاتلون ويمتشكون السلاح لأجل حرية هؤلاء قديسين معبد الحرية عزرة وعناوين القضية الوطنية الفلسطينية. نعم أيها الإخوة، لقد أراد العدو أن يكونوا أسرانا. كم من اللحم المتراس في باستيلات العدو وأرادوه عددا ديموغرافيا، لكن أكدتم اليوم وأكد كل أبناء شعبنا ومقاومته وفصائله بأن الأسرى هم عنوان الشرف وعنوان الكرامة وعنوان العزة ورمز الاقتصاد ورمز الحضارة ورمز الإسلامية. فمن أسرانا البواسل عرف أن هناك شعب ما زال يرفض الموت ويتشبث بالحياة. من الأسرى عرفت قيادتكم بأن هناك خطر يقرع بأيدي هؤلاء الرجال وبأيدي هؤلاء رواد معركة الخلاص الوطني. نعم، هؤلاء هم شرفاء وهؤلاء هم كرماء القضية. ولهذا عندما أتحدث لا أتحدث بشكل عرضي ولا استثنائي، لأنني متحدث بالضرورة. فمن تروي شفتيه عينيه دموع عينيه ليس كمن يشرب الحليب من رضاعات الحليب. هناك فرق شاسع بين من يعرف الألم وعاش الألم وبين من يسمع عنه. نعم أيها الإخوة، نحن اليوم نبارك لكم هذه الوحدة وهذا التراص وهذا التكاتف وهذا التلاحم، ونهني أنفسنا ونهني أخانا وحركة الجهاد الإسلامي بكل مناضليها بهذا العرس، ونتمنى حياة سعيدة لأسيرنا ومناضلنا وقائدنا أبو الوليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير أخي الكريم، لأن الاحتلال ظن أن القيد سوف يسكت صوت المقاومة فاعتقل فراس. فهل سكتت قوباس؟ كلا ورب الناس، ها هي كتيبة قوباس ترحب بابنها المار فراس صوفتة. ولأنه فراس الذي أمضى من عمره 20 عاما إلا ميتا داخل سجون الاحتلال، ولأنه الأسد الحصور الذي ترتعد منه كل السجانين داخل سجون الاحتلال، ولأنه الأمير ونائب الأمير للهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون، ولأن طوباس بسهولها وجبالها تعرف من هو، ولأن المخابرات الصهيونية أكثر من تعرفه وأكثر
من أرعبها نقدم لكم كلمة الأسير البطل السنديد فرقة الصواطة أبا الوليد حفظه الله ورعاه. الله أكبر ولله الحمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. الأهل الأحبة، الأخوة الحضور، الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير مقال في هذا المقام هو الحمد والشكر والثناء. فالحمد لله الذي من علينا بالفرج من السجن بعد أن حبانا بمعيته وتولانا بالعافية ونجانا من القوم الظالمين. قال تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. شكرا لكل قلب مسه الوجع على الأسرى وفرح لفرحهم. الحضور الكريم، إن حضوركم يؤكد لعين الشمس وضوح النهج والخيار، وحضوركم المبارك هو الانحياز لفلسطين وجروحها المعمدة بدماء الشهداء والمصانة بأرواح المأسورين في حبها عقودا وعقود. حضوركم مقاومة، والمقاومة هنا ليست خيارا من الخيارات ولا وسيلة من الوسائل. المقاومة هنا هي وسيلة الحياة الكريمة الوحيدة لشعبنا المحتل والمضطهد والمطارد من قبل هذا الكيان. لقد ظن الاحتلال أنه بمطاردة أبناء شعبنا وبملاحقتهم وقتلهم أنه سينسينا حب فلسطين. إنه بقتل المجاهدين المطاردين وأسرهم أنه بذلك سينتصر وينسينا وطننا المحتل وقدسنا الأسيرة وحقنا العتيق في فلسطين. نحن نؤكد من هنا له بالخيبة والخسران. فهذا الجمع المبارك يؤكد للجميع انحياز أبناء شعبنا لخيار المقاومة، لخيار الأسرى والشهداء. الحضور الكريم، إن التفافكم اليوم حول الشهداء والأسرى لهو انحياز لنهجي المقاوم، وهو تثبيت للوحدة الحقيقية، هذه الوحدة المبتدعة في كل يوم من أيام المقاومة في فلسطين. وهنا نوجه رسالة لكل السياسيين أن يقدموا مصالح شعبهم على مصالحهم الخاصة. أيها الأحبة، تركت خلفي في السجون أخوة أكلت السجون من أعمارهم أشياها ومن أجسادهم عافيتها ومن أهلهم الوالد والوالد والولد. وما هزمت تلك السجون إرادتهم وحبهم لفلسطين وعزاؤهم حبكم لهم ونصرتكم لهم. فهم على أمل أن تبقوا على هذا العهد وعلى هذا الوفاء. لقد سئم الأسرى كل الشعارات الرنانة والكلمات البليغة التي لم تثمر حتى الآن شيئا. إنهم يطلبون حريتهم. وهنا نوجه الكلمة لقيادة المقاومة ولكل من له القرار أن يعمل كل ما يستطيع من أجل أن لا يصل الأسرى إلى الثلاجات وأن يعودوا إلى أهلهم. هنا نستذكر الشهداء الذين رحلوا وهم يناضلون، وعزاؤهم هو هذا الوفاء. فسلام على أرواحهم الطاهرة. وهنا نوجه التحية لكتائب وسرايا المجاهدين في كل محافظات الوطن، وعلى رأسهم كتيبة جنين
التي تسعى وسعت ونجحت لانتصار خيار المقاومة، الخيار الذي لا بديل عنه من أجل الوصول إلى التحرير. لقد أصبح شباب هذا النموذج هم نموذج الشباب الفلسطيني الحقيقي. فالفلسطيني اليوم هو جميل العموري، هو عبد الله الحصري، هو داود الزبيدي، هو تيسير الجعبري، هو خالد منصور، هو النابلسي، هو صلاح، وهو صبح، وهو بني عودي، وهو مبروكة. فعلى دربهم يجب أن نسير جميعا دون خلل أو ملل. هذا الطريق الوحيد هو الطريق الذي سيوصلنا إلى التحرير، إلى القدس، إلى توحيد ساحات الوطن. ومن هنا نبرك التحية لأهلنا في غزة العزة الذين دفعوا الشهداء ودفعوا دمار منازلهم من أجل أن يفشلوا مشروع الاحتلال بتقسيم الوطن. هم انتصروا لجنين، هم انتصروا للأسرى، فالتحية للشهداء والأسرى. وانتصروا للقدس، فنتمنى أن تكون هذه باركة كما كانت باركة سيف القدس توحيدا للساحات. نحن هنا ندعو للوحدة الحقيقية، الوحدة التي ولا بد هي الطريق الوحيد للتحرير. شكرا لحضوركم، شكرا لأمهات وآباء الأسرى حزينين مكلومين. اللهم آمين. اللهم انصر شعبنا وانصر أمتنا وانصر بلدنا. شكرا لحضوركم، شكرا لحضوركم، شكرا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام وعن فلسطين. ها هو فراس خرج رغم أنف الاحتلال ولسان حاله يقول